اهلا وسهلا فيك بحلقه جديده من ريبلز. رح نحكي اليوم كمان مره واخر مره عن موضوع الاراده الحره. بعتقد 3 حلقات حاشته، بس هاي الحلقه رح نحاول يعني رح احاول ناقش بعض المواضيع اللي حسيت ما كانت كثير واضحه بالفيديو الاول. يعني في ناس ناقشت باسلوب معين، فيبدو في نقط كان لازم اوضحها اكثر من هيك، فبلكي ان شاء الله بالحلقه بقدر اغطيهم. اول نقطه لازم نحكي عنها هي موضوع انه الاراده الحره. احنا عرفناها بالفيديو الاول بانه هي الشيء اللي بنستخدمه او بنتصرف على اساسه لما بنحكم مع بعض اخلاقيا. يعني لما انت بتقوم بفعل ما بالماضي انا بشوفه فعل غير اخلاقي، فانا لما بحكم عليك احيانا بحكم عليك وكانك كنت قادر تتصرف غير هالتصرف، او كاني لو اني كنت محلك، بمعنى لو اني كنت محلك كليا، لو اني عندي نفس جيناتك، عايش نفس تربيتك، عايش نفس البيئه اللي عشت فيها، ابدا كل شيء، كل تاريخ اللي عشت فيه لحد اللحظه اللي اتخذت فيها القرار، لو اني عشت نفس تاريخك انا بس وصلت لهاللحظه راح اخذ غير قرارك. هذا الدعاء، يعني انا شو هذا الشيء اللي عندي اللي ما نوع عندك اللي راح يخليه اخذ قرار غير اللي انت اخذته بهذيك اللحظه. يعني قراراتنا خاضعه على سببيه، خاضعه على حتميه، فبالتالي هذا الوهم تبع انه حدا عنده حريه تامه وفق هذا السياق اللي عم نحكي فيه هو ما له اي راشنال جراوند، يعني ما له اي شيء اساس، ما له اي اساس منطقي نحن نقدر نبني عليه هذا الحكم. يعني بس نحن ما قلنا انه ما عندك اراده، يعني في بعض التعليقات لمحت كأنه الفيديو كان عم يقول انه ما عندي ارادة، يعني كأنه ماني قادر اقول انه بدي انا هلا بدي ارفع ايدي اليمين ورفعت ايدي اليمين، ف يعني كأنه ما عندي هذه القدرة. يعني ف لا، في فرق بين انه ما عندك ارادة وما عندك ارادة حرة. يعني اجين وفق هذا السياق، يعني هذا اللي بيوصلنا لموضوع الحتمية والجبرية. الحتمية ليست الجبرية. Determinism is not fatalism، بمعنى انه قراراتك الى اثر. يعني ما حدا فيني يدعي انه قراري ما له اثر. يعني العالم يلي انا رفعت في ايدي اليمين غير العالم يلي انا ما رفعت في ايدي اليمين. يعني كل فعل بتقوم فيه، كل قرار وبالتالي فعل بتقوم فيه له اثر طبعا. فعلى الاساس اللي بيقعد وبيقول لك انه ما دام خلص ما عندي اراده حره معناته انا ليش لاقوم باي فعل، اول شيء هو اتخذ قرار اوريدي، يعني هو اخذ قرار، فهو بالتالي يعني الادعاء ما شغال اصلا. يعني والثاني شيء انه ما هاد سياقنا بكل الكلام اصلا، يعني ما حدا عم يقول لك انه افعالك او قراراتك وبالتالي افعالك ما لها اثر. يعني في ناس بتحب تتسلى شوي بهذا الموضوع الديترمينزم اسا اكثر من هيك وبشكل ما بعرف متفلسف شوي، وبتقول لك انه مثلا الكون هو على شكل خط زمني. هالخط الزمني فيه ايفنتس رئيسيه، فيه احداث رئيسيه ما بتتغير وغير قابله للتغيير، يعني قراراتنا وافعالنا ما لها اي قدره انها تغيرها، ولكن ممكن نحن نغير تفاصيل اللي منتقل فيها من ايفنت للايفنت التالي اللي بعده. فانا ما بعرف من وين جايبينها، يعني ما بعرف شو الى اي معنى. يعني استنى نتخيل مثلا بانه شخص واقف بغابه طلع فوق وشاف في صخره نازله عليه، فهو قدام خيارين هلا، يا اما بيقرر بانه يضل محله، يا اما انه بيقرر انه يتحرك. هلا اول شيء اكيد هو قراره بانه يضل محله مختلف كثير عن قرار بانه يتحرك، يعني بين انه يموت وبين انه يعيش. بس تعال كرمال جماعه هذا الخط الزمني نقول بانه هو تحرك، فلما تحرك عضيته حيه مثلا فمات، لنقول من وراء عضته الحيه بالثانيه، لنقول الساعه 5 او 5 و5 ثواني مثلا، واللي هي كانت تماما الزمن او اللحظه اللي لو انه ضل فيها محله وما تحرك كانت وقت عليه الصخره ومات. هل هذا بيعني انه هذا فلنفترض صار هيك سيناريو، يعني هل هذا بيوحي لك بانه ممكن يكون هذا موضوع الايفنتس هذا الثابته صح؟ انا بشوف طبعا لا، يعني انه اكيد الكون اللي فيه شخص مات من صخره وقعت عليه غير تماما الكون اللي مات فيه هذا الشخص من عضة الحيه. يعني كل حاله من هذول الحالتين ستؤدي لحالات مختلفه عن الثانيه، يعني وبدورها هذه الحالات رح تؤدي لحالات مختلفه وهكذا. يعني فانا ماني فهمان من وين جاي الموضوع كله. يعني بجوز في ناس رح تحب تدخل الكوانتم فيزكس بهذا الموضوع، فتعال نحكي شوي عن الموضوع. الكوانتم فيزيكس بعد ما اجت على الفكر البشري، يعني موضوع الحتميه شوي انهز عند البشريه. يعني من زمان كان الفكر لنقول حتمي نيوتوني، كانت دارجه بجمله الله لا يلعب النرد، God doesn't play dice، هذا كان تعبير اينشتاين. فبعدين اجت الكوانتم فيزيكس، وحتى هو ما عاش بيتر اينشتاين من وراء هذا الموضوع، بانه يعني كان فيها حيز معين من الاحتماليه. ففي ناس شكت وقتها بموضوع الحتميه الكونيه كلها. يعني بيحكي لك ستيفن هوكن بكتابه ذا جراند ديزاين بانه الحتميه ما التغت ابدا مع الكوانتم فيزيكس، وانما تغير شكل او طبيعه الحتميه او فهمنا للحتميه. فهي الحتميه موجوده ولكنها حتميه احتماليه،
بدلا من كونه شكل الحتم القديم نسميه الحتمية نيوتونية. فهو ستيفن هوكينج بيذكر بالكتاب بانه ما بيشوف انه في اراده حره بانه وهم. بيجيب سيره مرتين بالكتاب، بالمرتين بيقول لك بانه هي اكيد وهم، ولكن كونه نحن افعالنا كبشر صعب بانه نتوقع، صعب انه نتوقع ليش شخص اخذ قرار معين بالتفصيل مثل ما بنتوقع شيء تاني لنقول فيزيائي مثلا. فلهيك هو سماها نظريه فعاله، يعني بقول لك لهيك بنعتبر انه عندنا اراده حره لانه اسهل لنتعامل، يعني for practical reasons، لاسباب عمليه اسهل اتعامل مع الاخر، عن الانسان الاخر، بانه عنده اراده حره على انه اقعد احسب هو شو ممكن يعني يتصرف او شو ممكن يكون خرج يعني فكره حتى يطلع بقرار معين وبالتالي فعل معين. اذا بدك تعرف التفاصيل يعني بالحرف شو بيقول ستيفن هوكينج، فيك تشوف بالديسكريبشن تحت، راح انقل الكوت تماما مثل ما هي، الكوتس تماما مثل ما هن من الكتاب المذكور ذا جراند ديزاين. للامانه قبل ما سكر موضوع الكوانتم فيزيكس، في ناس مثل ميتشو كاكو مثلا يلي هو ثيوريتيكال فيزيست فيزيائي نظري، بيشوف بانه الكوانتم فيزيكس عطت مساحه معينه للاراده الحره. انا ما فهمت عليه، هو في مقابله مع بيج ثينك، اذا بدك فيك تشوفها كمان بالديسكريبشن بيشرح فيها هذا الموضوع. قلت للامانه لازم اذكر لك بانه في ناس وصلوا لهالنظره من وراء الكوانتم فيزيكس، وانت لك انك تحكم. يعني نجي هلا لموضوع المسؤوليه يلي هو بجوز كان الموضوع الاكثر حساسيه عند بعض العالم. اول شيء اللي نحكي عن كلمه المسؤوليه، اذا كان المقصود فيها بالعربي انه مسؤوليه اني بحق لي اجي اسالك بمعنى انبك، فانا برايي هالمعنى ما حلو، وثقافه التانيب كلها هي غير ظريفه بالنسبه لي ابدا. يعني بعيدا هلا عن موضوع اللغويات، بنناقش شو يعني انه انا يعني ما عندي اراده حره بالتالي عندي ما عندي مسؤوليه. يعني شو مفهومك للمسؤوليه اصلا؟ يعني اذا انا ما عندي اراده حره، هل معناتها انا افعالي ما لها اثر؟ يعني هل معناتها انا قراراتي وبالتالي افعالي ما لها اثر؟ فاذا لها اثر يعني شو المقصود بانه ماني مسؤول عن هذا الاثر؟ يعني هل المقصود مثلا بانه شخص فرضا اجى سرق مني مثلا، فانا هو موظف عندي فحبيت اطرده لانه سرق مني، فبيجي بيقول لي انه انا ما عندي اراده حره، يعني انه بدي اتصرف على اساس انه والله ما عندي اراده حره فماني مسؤول. بقول لك انا ما عندي اراده حره فسرقت، ليش طردتني من الشغل لاني سرقت؟ فاول شيء انت يعني هذا المنطق كثير اعوج لدرجه انه فينك تقول له انا ما عندي اراده حره طردتك بهالبساطه يعني، او فينك تناقشه بمنطق بانه ايه بعرف انه ما عندك اراده حره، انا ما همي انك عملته، ماني عم انتقم منك، بس انا هدفي بانه بدي موظف عندي ما يسرق مني يعني، فانت كونك سرقت فانا شفت احتمال وارد انك ترجع تسرق مني، فانا ما بدي يشتغل عندي واحد احتمال وارد انه يسرق مني، فاخترت حدا ثاني يعني. وهون نوصل للب حديثنا يعني اللي هو موضوع الاخلاق مع الاراده الحره يعني ومع المسؤوليه يعني. يعني فرضا مجرم قام بجرم ما، فاحنا لما بنحكم عليه لانه يسجن او لاي يتعاقب باي شكل او يمكن اعدام او واتفر، نحن بنحكم عليه لانه هو شرير، يعني لانه هو شخص شرير يستحق العقاب انتقاما مما قام به. يعني نحن هذا الدارج اليوم، يعني هذه العقليه، هي المنتاليتي الدارج اليوم يعني، وهذا شيء ما كثير منطقي يعني وفق السياق اللي حكيناه، وفق العلم اللي بنعرفه بانه هو ما عنده اراده حره اصلا، يعني انه هو عنده مسببات معينه، مين ما كان محله ضمن هالمسببات، اذا عندك نفس جيناته نفس ماضي نفس كذا بلا بلا، كل هالمسببات اللي خليته توصل المحل كنت رح تعمل نفس الشيء يعني. هذا ما بيعني انه هو ما لازم ينحبس مثلا، ولكن وقت انت ما بيكون هدفك تنتقم منه للماضي اللي عمله، وانما هدفك تحمي المجتمع منه مثلا. يعني تخيل معي شخص ابنه مثلا او ام ابنه ضرب رفيقه بمدرسه مثلا، فهي شايفه الضرب غلط يعني، فهي لنقول عاقبته، هي شايفه انه العقاب ممكن ينفع فهي عاقبته، فهي امه ليش عاقبته؟ اما مش ما لانه شافيته عنده جوهر شرير او لانه هو شرير فبالتالي يستحق العقاب وبتنتقم منه لانه ضرب رفيقه بمدرسه، وانما هي غالبا قالت له مشان ما تعملها مره ثانيه. فنحن بنعرف انه الام لما عم تعاقب ابنها اذا عجبنا شكل العقاب ولا لا، بنعرف انها قامت بهالشيء من حب يعني، فهي على اساس حاولت تصلحه لابنها ليتصرف بشكل افضل يعني. فهذا المثال سهل اللي اخترناه لموضوع الولد، لهيك فينا نعممه يعني سكيل توب، يعني نقيسه ونشوف بانه نحن ما بنحكم على هذا الشخص المجرم لنقول، او حتى سارق مثلا، او يعني فينا نغير مدى حده الجرم الاخلاقي عندنا، بس نحن عموما بنحكم على الشخص كانه هو كان حر تماما باتخاذ قراره وكانه غير قابل للاصلاح يعني. طبعا معظم الاحيان هالشيء بيختلف من مجتمع لتاني ومن حكومه لتانية ومن قضاء لتاني، بس انه دارج هذا كثير يعني، بانه نحكم على الناس على هالاساس
فبالتالي هيدي النظرة كأنه هو شخص شرير يعني. فلهيك مثال الطفل كتير منيح يعني. هو بيعطي مثال تاني كان سام هارس، مثال الدب مثلا. إجا دب هجم على طفلة بالشارع مثلا، فأنت بهاللحظة مستعد تقتل الدب مشان ما يصير شيء للطفلة مثلا. بس إجا حدا مختص أخدوا للدب بلا ما يأذوا حدا وبلا ما يأذي الطفلة هو، وأخدوا. هل أنت بدك هذا الدب ينحبس هلأ؟ طبعا أكيد ما بدك إياه يعني بالشارع يعني قاعد عمي. ما راح تقول والله إنه هذا الدب عنده حقوق فبالتالي تعال نطلعه من ال... من ال... من أي طريقة معينة إنه يكون محتفظ به من خلاله يعني. وإنما راح تقول لا طبعا هو لازم يضل ضمن قضبانه مع حراسه وكذا بحيث إنه ما يكون يشكل خطر على المجتمع. إذا أنت هدفك كان المستقبل ما هدفك الماضي يعني. مثال جيد برأيي على الموضوع هو السجون بالنرويج. السجون بالنرويج أعلى حكم، أعلى حكم بالنرويج، أعلى حكم قضائي هو 21 سنة. وبعد ال 21 سنة راح يطلع على الشخص يعني شو ما كان عامل يعني. فعلى الأساس هن سجونهم ما نسجون بالمعنى التقليدي أو بالشكل التقليدي، وإنما عندهم أسلوب تاني تماما كل الهدف منه إنه إعادة تأهيل المسجون يعني. يعني مثلا شخص فرضا قتل حدا أو عمل جرم معين بمنشار، فهن بيشتغلوا عليه سيكولوجيا، وبعد ما بعرف 5 سنين بيخلوه يشتغل بهذا المنشار ليصير يقطع شجر وكذا، مشان هو لما يشوف منشار تشينسو منشار كهربائي مثلا ما يروح عقله، ما يكون عنده هيدي الفكرة الوحيدة عن إنه قام بجريمة بهيك منشار مثلا، بل بإنه قام بأعمال بتفيد المجتمع وكذا. يعني هن كل شغلهم بيهدف لأنه يعيدوا تأهيل هذا الشخص يعني. هن عملوه كإنسان إنه هذا الإنسان قابل للإصلاح، هذا الإنسان في أسباب معينة لتصرف بما تصرف به، وإذا غيرنا هالسببية، إذا غيرنا المتحولات المضبوطة غالبا راح يتغير فعله يعني. والأرقام يبدو عم تكون بصالحهم يعني، يبدو إنه هن بيشوفوا إحصائيات للأشخاص بعد ما يطلعوا من السجون مثلا. فرضا شخص قام بجرم معين أيا كان ويطلع من السجن، بعدين بيشوفوا كم شخص من هدول اللي طلعوا من السجن اول مره رجعوا، يعني كم شخص رجع للحبس لنقول. فالنسب اقل بكثير بكثير بحبوس النرويج من غير محلات يعني. هلا هذا المثال طرحته كمان لنركز على موضوع بانه فرق كثير بين انه انت تعاقب حدا بين قوسين على انه انتقاما منه على فعل قام به بالماضي، وعلى انك تتصرف بطريقه معينه لتحسن اسلوبه وتفكيره وبالتالي افعاله، بالتالي اثار افعاله على المجتمع وبالتالي على يعني الويل بينج تبع البشر كلهم يعني. لسه في نقطه ممكن تنضاف على موضوع المسؤوليه، هي موضوع المسؤوليه وعقليه الضحيه. كونه دارج عن عقليه الضحيه بشكل عام على مستوى ان كان فردي ولا ان كان جماعي يعني، بانه نحن ما مسؤولين، ما ذنبنا، والله في ظروف هيك، في كذا، في تدخلات، في ما بعرف، دائما عندنا حجه ليش ما لنا مناح يعني، او ليش ما لنا محل ما بدنا، اجين على مستوى فردي او على مستوى جماعي. فانا بشوف انه هون ما بعد نحن عم نحكي عن الحتميه ولا لا، ولا عم نحكي عن اراده حره ولا لا، صرنا عم نحكي عن يعني احنا شو النموذج اللي حابين نشتغل عليه. هل انا حابب اعيش بعقليه ضحيه ولا حابب اعيش بعقليه مسؤوليه؟ فانا هون ما راح نصدر بالموضوع، بس راح اقول لك فينك تجرب يعني. انا فيني اجرب اعيش حياتي على اني ضحيه، على اني ضحيه ظروفي، بعدين فيني اجرب حياتي على اني انا والله 50% مسؤول عن حياتي مثلا، وفيني العب بهالنسبه 50 60 110، وكل واحد يشوف شو الانسب له وبيتصرف على اساسه يعني. برايي هذا اللي بينحكى بهالموضوع يعني. اذا خلاصه كلامنا اليوم بانه الحتميه ليست الجبريه، بناكد على الموضوع بانه شعورك الذاتي بانه عندك اراده رح يضل موجود. فلا تقعد تذكر حالك الوقت انه ما عندك اراده حره، يعني ما رح يغير شيء من السبجكتيفيتي تبعك، من الذاتيه تبعك. شعورك الذاتي رح يضل مثل ما هو يعني. بس اللي رح يختلف، الشيء الاساسي اللي رح يختلف هو لما انت رح تحكم على حدا بالماضي رح تذكر حالك بانه من البيج بانج لحد ثاني قبل ما يتخذ هالقرار، هدول كلها اشياء لعبانه بشكل او باخر دور بقراره. فبالتالي ما فينا نحكم على القرار، ما فينا نحكم اخلاقيا على اكشن معين قام فيه شخص ما يعني. ما بيطلع لنا لانه لو كنا محله ضمن كل هيدي الظروف كنا رح نعمل نفس الشيء يعني. ومثل ما قلنا، اذا نحن بدنا فرضا نحاكم حدا او يعني في حال قام بشيء اجرامي مثلا، فهو ما له هدف الانتقام، وانما هو بهدف المستقبل، كيف فينا نخلي المستقبل افضل وفق نظرتنا يعني، ايا كان مستوى الكلام، ان كان على مستوى شخصي ولا على مستوى قضائي او على مستوى ما بعرف شركه معينه مثلا او اي شيء يعني. بانه الهدف هو المستقبل وما له الهدف الماضي يعني. كمان في نقطه لازم نذكرك فيها، بانه انت لما راح تفكر اخلاقيا بالموضوع راح لازم تذكر حالك بانه هو الشخص ما عنده اراده حره قبل ما تحكم عليه. والا بذكرك انه احنا بنعصب، نحن كبشر يعني بنعصب من انينه مي وقعت من ايدنا يعني،
وكأنه هي اللي وقعت من إيدنا، كأنه هي قامت بالفعل يعني. منعصد من الكمبيوتر إذا علق معنا، وهو نحن مدركين تماماً بأنه هو خاضع لقوانين حتمية تماماً يعني. فردة فعلك هي الشعورية بالأول ما رح تتغير فوراً وقت اللي تعرف أنه الإرادة حرة وهم يعني. هذا شيء بدك تذكر حالك فيه وأنت عم تحكم أخلاقياً على شيء يعني. هون بتكون خلصت حلقتنا اليوم، إن شاء الله أكون قدرت أغطي التفاصيل اللي ما كانت واضحة بالحلقة الأولى والثانية. إذا عندك رأي أو ملاحظة أو أي شيء قلنا إياهم بالكومنتس مشان تشاركنا بالنقاش. إذا عجبك الكلام عمول لايك، إذا عجبك كتير عمول شير، طبعا عمول سبسكرايب إذا عجبتك للشانل، ونلتقي بالحلقة الجاية. سلام.